السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم محبي مسلسل مطر صيف. إليكم ملخص الحلقة 10. ابتهال بتتصل بسميرة وبتقول لها راح أبعت لك عنوان البيت تجي، وإذا ما جيتي ما راح أحضر خطبتك. سميرة بتقول لها ما راح أفوت على هذا البيت الوسخ. بتقول لها إذا ما جيتي ما راح أحضر خطبتك. سميرة بتقول لها راح أجي خطبتي وبس. بيبي بتتصل ببدر وبتقول له شيخة ويوسف يتخانقوا. مضاوي وإبرار بيسألني عن يوسف ليش زعلان وبيحكوا عن شيخة. سميرة بتقول لابتهال شو هالبيت مبارك. بيتحلف بسميرة لينتقم منها. خطيب ابتهال بيتصل على سميرة وبيقول له خالتي جاي وصار مشكلة. خالته بتحكي معه بتقول له ارضي امك وحسسها هي المهمة مو سميرة. زوج مضاوي بيروح لعند ليرجعها وما بتقبل ترجع ليعتذر. يوسف بيحكي مع شيخة تغير قرارات وتتذكر في شخص بحياتها. بيبي بتقول لبدر شيخة غلطاني بهالعلاقة وبتتصل شيخة على بيبي وبتقول له بطلت سافر ما بدي اخسر يوسف. وبيسمع يوسف ابتهال حزيني على حال بنتها المشلولة. ابتهال بتحكي لمبارك لازم يوافق على زواج سميرة وبيقول له عشان ردك. بتقول له لا نحنا اتكسرت كل ابواب اللي بيناتنا. وبتحكي له ايش قد عمل فيها وبيقول له انت كبرتي. وبالاخير بيقتنع يوافق على زواج سميرة وبيطلب ياخذ بنته المشلولة تنام عنده ليلي. وبتقول بنتي مريضة اتركها انا بربيها بدير بالي عليها. وبياخذ بنته مبارك بيقول لها ما راح اقصر معها. مبارك بيحكي معها تدير بالها على بنته.